methods used in the West Bank, and we also try to see if we construct the units from concrete against the units we built from reusable polyethylene barrels. All our efforts were to maximize the treatment capacity and reduce the cost. We cooperate with each other. Actually, we built on the experience of the previous projects. And a good indicator of that is the improvement of the four barrel type standard treatment kit, where in here in Lebanon we interconnected the four barrels from the top for venting the smell. And also we brought down the pump from a higher position to the lower position, which solved the pump idling problems. The people want to use the grey water in their home garden without a treatment because of two reasons: scarcity of water, and they don't want to pay a lot for emptying the cesspit. These two problems are solved when implementing a grey wastewater system. إنه يكون عندي ماي ما عندي ماي ليش بنتيح بشغلي بعملي إنه ما بدأ روح يشتغل ثم يكون فيش عندي ماي مسترجع يفتح الماي هاي بدأ بغسل هاب طلون شوي بالجاد غسله نكب زوم العجنين لبرا ورجع بعمل زوم تاني. كنا أول نعتمد على مياه الأمطار، بعدين صرنا ناخذ الميه اللي بنشربها، يعني الميه اللي بتيجي بالانابيب، وكان هذا شيء مكلف نستعمله للزراعه. بس باخر الصيفين بنصير نشتري مي على طول، بس المشروع اللي سويناه خفف كتير بالنسبه للمشترى المي. يعني قبل كنا نروي عن طريق الري العشوائي اكثر، وكان يروح شو اسمه تبخير المياه. والشيء الثاني انا توفر لي برابيش، كل شجره بتشرب. باول كنت بتعب يعني لما اسقي. انبسطنا لهالمشروع يعني اللي سوته منشان نظاف على الدار وعلى الريحه وعلى الاولاد الاطفال ما يمرضوش، والهسهس البعوض والجيران يعني انبسطوا. معلوم دورة كتير مهمة المرأة بنظافة المجلة، بتحافظ على المجلة، بتحافظ على البراميل، معش بيعملوا ريحة، معش بيعملوا كمخة، والزيوت كمان بتكمخ على وجه البراميل، بتسد المبرش النقطة. تلبك هي بعدين ما يكون عندها خبرة، هي يكون عندها نظافة وتهتم فيه، ما هو دولة لبيتها. طبعا المشروع بيفيد كثير النساء، لأنه أول شيء بيساهم في حل المشكلة البيئية، بيساعد الاقتصاديا للمرأة إنه تحاول تساعد وتساهم في البيت. تعرف لأن الظروف الاقتصادية في مجتمع إحنا مجتمعنا صعبة شوية، فأيضا برضو بتساعد إنه تحاول قدر الإمكان تساهم في حل المشاكل الاجتماعية بينها وبين جيرانها. فأكيد ما كانش عندي مشاكل قليلة، بس مش مثلا مثل لما نوصلوا البراميل آخر مرة، البرميلان الإخرانيات لما نوصلوهم كانت حطوهم بشكل إنه إجوا أعلى من أول برميلان، صاروا يطوفوا أول برميلان بالدور، بس يصير في تسكير على المصافي ونحن بننظفهم سويا، لحتى اللي ما كل ساعة مثلا بتخفيف عبء على الشركه اللي بتجي بتركب لنا هيدات، لانه بدل ما هني يجي مثلا يعني سكرت نرجع نتصل فيه، لا نحن كمواطنين بنقوم بهالعمل وبنشتغل وبننظف وبنسويه. يعني طريق كيف على اساس انه نحن وعدونا فيها انه كل فتره بيجوا يعملوا لها تنظيفات، بيعملوا لها صيانه، ما اهتموش بهالمواضيع هي كلها. نص اي ما تاثرناش، يعني رجعنا عادي مثل ما كنا بالاول بلا المشروع. مين برأيي مين يعملها؟ من اللي قام بالمشروع من الأساس المهتم بهالموضوع كان اللي عنده هالطرح هالفكرة على كيف على هالناس يستفيدوا مثلا من كل واحد مثلا من مياه الرمادية. اللي قام بالأساس بهالمشروع مفروض يكفي للآخر. لا بحسه لإلي طبعا، بحسه لإلي لأنه كثير كل أسبوع
كل أسبوع عندي نزلة لهوني تأسقي الشجرات كل أسبوع، يعني صار شيء من شيء لي خاص ملكي. نعم. Some of the beneficiaries stopped using the gray water systems lately since we stopped doing the maintenance because they really hoped that we would go there and do the work for them. بتحسن المشروع لما بينحط عند إنسان حاسس إنه هيدا المشروع له ولازم يهتم فيه. So the biggest challenge I would say is how to make people feel ownership over the technology. And also to keep the technology as simple as possible, so that without you know without compromising on the benefits that they can get from the gray water treatment system. We determined that wastewater use was something that might be an appropriate water demand management tool to address food and water security. And within that, we determined that gray water use might be the most appropriate way to go in terms of really alleviating poverty. The problem is the cost. You know, the people here are poor. And because of the political situation, their income is very, very little. Our systems are cheap, but people, especially in rural areas, cannot afford its installation. بيكلف من 15 إلى 20 دينار تكلف، والفصل والله بتكلف مبلغ كبير يعني ما يقارب 50 إلى 100 دينار يعني عملية الفصل. The feasibility from reusing grey water is apparent from our previous studies. People who reused grey water, they have a saving in pumping of the septic tank and they have also more economical yield from olive and other crops in the garden. ما يقارب سنوي تقريبا 16 كيلو كان يجينا منه. بعد المشروع يعني تقريبا الضعف صار 32 كيلو. فصار عندنا زيادة في الانتاج ووفر علينا في الدخل، يعني تقريبا احنا بنحسبها الدخل مش شهري، دخل سنوي. لما درج المشروع وصار عملنا اكثر من محطة صار عند الناس وعي وصار عندهم استعداد ورغبة، حتى في بعض المستفيدين بيحكوا لي انه احنا مستعد نساهم معكم في دفع اثمان المواد المشروع. New technologies, new concept takes time to spread among people and to have general acceptance. This is a grey water, this is a waste water, so it might have an impact on our health or environment, or it might affect our children, our kids. So it takes some time to deal with people and to convince them about the benefit and the economical value for reusing grey water for agriculture. If we're talking about reuse of grey water as a way to augment agricultural output and use it in irrigation, one of the key questions is the real impact of grey water on soil and plant. For example, the detergent impact of grey water on soil and plant is not studied yet. We are working with the authorities in Jordan, the Ministry of Water and the Water Authority and the Ministry of Agriculture. We are aiming at formulating grey water reuse quality standards so that the practice can be regulated in terms of the quality. يعني أنا بطلب إنه يتوسع المشروع ويستفيد أكبر قدر ممكن من أهل المنطقة. أول شيء ربحنا ماء، ثاني شيء طربنا أرض صخرية مهملة، وسعنا الزراعة ونظفنا البيئة وعملنا مناظر حلوة بمناطقنا. نحن أحسن مثال للعالم كله ليتمثل فينا. هذا رأيي أنا.